لكن يظل انه احنا في الاهرامات ديت لم نعثر على اي موميا، مفيش اي موميا وكان لقيناها، لكن في توابيت. الاهرام دي كلها بتدخل، يعني خوف وخفرع بيدخلوا لغايه دلوقتي، حاليا منقرع بنعمل له شويه تصليحات. خوفو خفرع منقرع كويس، ما لقيناش خالص مومياوات جوه، لكن في توابيت. هل هي مقابر فقط؟ يعني هل الاهرامات دي كانت مجرد مقابر؟ لغايه الوقت نقدر نقول ايوه كانت كده. لكن طب ليه زوسر عمل 3 اهرامات؟ يعني هو لو عايز يعمل مقبره يعمل هرم، يعمل 2 يا سيدي. لكن هما فعلا كان عندهم اعتقاد ان هما في اتصال كده، حطوا جنبيهم الذهب بتاعهم ويدفنوا جنبيهم الناس اللي هما يخصوه. لكن برضو في حاجه اكتشفت في حائط الغراب دي مهمه جدا، ان العمال ليهم مقبره بيدفنوا فيها، مقدرين جدا وعاملين لهم مقبره محترمه يدفنوا فيها. ففي احتمال يعني ممكن يكتشف بعد سنة، بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة، انه الاهرامات دي تطلع ليها علاقة بالطاقة في الكون، بتوزيعة الطاقة. لان ايه اللي يربط ده مع هرم كازاخستان؟ اللي هما بيقولوا ان احتمال يكون هو بقاله ممكن يكون اقدم شوية، ويوديه كمان في المكسيك. الناحية دي بقى لقوهم مربوطين بحاجة شكل كده، في دقة في أبعاد الكون ومحور الأرض، في حاجات دراسات عميقة جدا وعلمية جدا ما أقدرش أقولها لكم، يعني ما أعرفش أقولها، إنما لو فتحت النت هتشوفها بالتفصيل لو أنت يعني غاوي علوم وليك في الحكاية دي. إنما هي بتقول ببساطة يعني ان احنا هنا لينا علاقه بابعاد الكون. حطوا الاهرامات كلها ولقوا حاجات بقى في الهند وحاجات هنا وحاجات هنا، ربطوا الحاجات دي بتقول حاجه. ايه هي الحاجه؟ ما نعرفش، لانه مش ممكن اللي عملوا الحاجات العبقريه دي، لانه افترض انها مقابر، افترض. طب ما مش بالشكل، طب عملوها ازاي؟ طب عملوها ازاي؟ فلابد ان كان عندهم علم، يعني عندهم علم وعندهم طاقة. ازاي بيعملوها ازاي؟ لسه ده لم يكتشف بعد. اللي بيدعم الحكاية دي ان احنا ما لقيناش مومياوات في الاهرامات خالص.